لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. ترتج أركان مكة بالتلبية التي تنطلق من قلوب حجاج بيت الله الحرام، وهم يستعدون للانطلاق إلى عرفات الله إذانا ببدء مناسك الحج. إنه صباح يوم التروية، حيث بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاجها من فنادق إقامتهم منذ فجر اليوم، وفق خطة تعتمد على التصعيد التدريجي لتحقيق السيولة ومنع الزحام. هنا الجماعة مش مقصرين في حاجة، هم خلال اليومين اللي فاتوا كانوا عاملين مجهود كويس جدا، وبلغونا قبلها إن التوقيتات عاملة إزاي والأتوبيسات بالترقيم، كل واحد ينزل في الميعاد بتاعه بحيث ما يبقاش فيه تدافع أو فيه أي حاجة، الحمد لله رب العالمين. تنظيم جيد جدا، فنادق في يعني اعلى مستوى، نظام محترم قوي، تنظيم اتوبيس باتوبيس، كل اتوبيس بيطلعوا وبينادوا علينا من الدور بتاعنا، بننزل نلاقي كل اماكننا محجوزه. ضباط البعثه قاموا بتوجيه الحجاج بالنزول وفق ترتيب طوابق الاقامه، مع التاكيد عليهم باصطحاب الاحتياجات الاساسيه فقط لكل حاج، حتى يتمكن من اداء النسك بانسيابيه ويسر، في ظل خدمات تقدم لهم على مدار فتره اقامتهم بمنى وعرفات، من إعاشة إلى لوجستية. كان في تنبيهات إن هو يعني يدوب على قد الاحتياجات الشخصية والحاجات اللي مش ضرورية ما نشيلهاش، وكل حاجة هم موفرينها إن شاء الله هناك يعني. تنظيم رائع رائع لأعلى مستوى، واللي عايز يجي يشوف هنا في مكة كمان أهو التنظيم، فنادق وتنظيم الأتوبيسات ورحلاتنا منظمة جدا جدا جدا. كل حاجة حلوة حلوة حلوة، قول أي حاجة حلوة. تعاقدت بعثة حج القرعة مع حافلات نقل حديثة لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتنقل بين المشاعر، كما حرصت على وجود مرشد بكل حافلة ليقود مسار الرحلة من مكة إلى المشاعر المقدسة. وكل هذه الحافلات مزودة بخاصية جي بي اس مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بمكة لمتابعة مسارها. دور ان انا اخد الباص من مكان عند الفندق اوديه للتوجيه في عرفه عند المخيم هناك، قبل التفويج طلعنا على الاماكن دي كلها، مرينا عليها مكان لمكان وعرفنا الاماكن واللوكيشن معانا، بحيث ان ما حصلش اي توهان في اي باص في اي مكان. عملنا تجربه ورحنا ولفينا المناسك كلها وعدينا على المناسك ورحناها ولفناها وشفنا المخيم وشفنا كل حاجه والامور يعني تمام الحمد لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ارتياح كبير بين اوساط الحجاج للخدمات المقدمه لهم وتنظيم عمليه التصعيد، وهو ما بدا واضحا على وجوههم. الشعور ما يتوصفش، ان ربنا يكرمنا كده وتقبل منا. بصراحه هم عاملين مجهود كويس جدا جدا بصراحه، يعني هياخدوا التقييم ممتاز. متشكرين جدا على الخدمه ممتازه بصراحه، وشكرا للبعثه المصريه، يعني الخدمات كويسه جدا، متشكرين جدا، كل سنه وانتم طيبين. الله يكرمكم والله يجازيكم خير عننا كلنا، ورحله جميله وهنا الخدمه جميله، يعني انتوا ما شاء الله كنا مش فاخرين عارفين حاجه. ربنا يرزقنا ان شاء الله الوقوف على عرفه سالمين امنين غانمين ان شاء الله، والف الف شكر على المجهود الطيب، وكل سنه وحضراتكم طيبين. والله كله مظبط الحمد لله، والاوتيل حلو قوي ومنظمين جدا، يعني بيطلعوا يقولوا لنا كل حاجه في مواعيدها وكله تمام. قرابه 11 ألف حاج من حجاج القرعه تم تصعيدهم الى عرفات الله منذ الساعات الاولى من صباح يوم الترويه في عمليه نقل دقيقه تم رسم ملامحها على مدى الاسابيع الماضيه، كما اجرى ضباط البعثه عمليه محاكاه لمسار التحرك من مكه الى المشاعر المقدسه على مدى الايام السابقه ليوم التصعيد، وهو ما ساعد في إنجاحها. لا شريك لك. تزين الحجاج بملابس الإحرام وعلت وجوههم الفرحة والبسمات، ولما لا فهم بعد ساعات قليلة سيقفون على جبل عرفات ملبيين وداعين الله أن يغفر لهم. ووسط كل هذا قدمت لهم بعثة حج القرعة كافة التيسيرات لأداء المناسك. من مكة المكرمة عبد الله بركات، التلفزيون المصري.